أنا منصور عبد الواحد، ساكن من الحي محمدي شارع الفوارات، الزنقة 5 رقم الدار 2. المشكل اللي عندي وأنا ساكن عند شي ناس كاري عندهم مدة هذه من سنين من عند الأم ديالهم، ماتت هي بقاو الورثة ديالها، بقيت كنخلص الكرة اللي اجتمعوا هما الورثة مع بعضياتهم، قالوا بغا يبيعوا الدار، بداو كيخرجوا في الناس يعني كيعتادوا عليهم صحق بالفوضى، ماشي بلادي احسن ولا شي حاجه، قال لهم حنا بغينا نبيعوا ولادي وداك الشيء ونكون شي حل اللي هو كيرضي الجميع ويكون مساعده ومفاهمه بعضياتنا، ما كاينش هذا المشكل، مشكل عنفي، مشكل ديال العصاق، وجاو عندي دخلوا عليا في العشره ديال الليل وما في علميش انا باش هما شي حاجه اللي هي شي نقاش بيناتنا، وجايبين معاهم بنات الخال ديالهم اللي هما جوجات، ودخلوا كيدخلوا كيبداو عليا يهرسوا لي في الماعن ديالي وفران في المراح وداك الشيء، وداك يفرتكوا لي في الحوايج، خرجت داك الشيء تلاحوا لي في المرق تحاموا عليها، بقاو كيضربوا فيها وكرفسوا فيها، والوليدات فايقين وفي الليل وواحد الحاله لا يرثى ليها، بقينا تتحل تفاكد داك الشيء تفاكينا، هزيت المرق ديتها للسبيطار اللي هو سبيطار محمد الخامس، يعني في واحد الحاله لا ورث ليها، وجيت ودرت شهاده طبيه ودفعتها للسلطه المحليه، وبقات من حد الان من 30 في شهر 5 وانايا من الكوميسيريه للمحكمه ومن المحكمه للكوميسيريه، وانا لحد الان وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى الناس المسؤولين باش يشوفوا من هذا الحال ديالي اللي انا كنعيش فيه، انا والوليدات ديالي، انا مشرد في جيه، المراه والوليدات في جيه، وحنا مازال حنا باقيين حاليين كسبنا الرباط، كسبنا الوزير لحد ما خلينا فين مشكين، ها الوراق هاد الناس هادو تكرفسوا علينا، شردونا، شردوا وليداتنا، حنا كيدعوا هما كيقول لك حنا عندنا، سيروا لما قلت لكم الدار بيضاء سيروا الرباط، سيروا فين ما بغيتوا، عندنا البوليس ديالنا، عندنا هذه ديالنا، لا ويعقل اخويا، احنا في دولة الحق والقانون، كنطلبوا حنا من الناس المسؤولين باش يشوفوا لنا حل عاجل في هذا المشكل اللي كنعيشوه مع الناس، لان ما بان لنا حتى شي باب اخويا، الباب اللي كندخلوا ليه كيقول كيطرقوا علينا. عندنا تسجيل في واقف باب وحارسه الباب، وحده من الورثه حارسه الباب وكتعيب واحد الهضره ما يقدرش يوقف حدا الانسان، انا الاب ديالي جاي مسكين محيد كلو جاي كيدير دياليز، طالع في الدروج، تكرفسوا عليه لواحد الدرجه ما كتصورش، قالوا لي هذيك الانسان احنا حاسين يطلع عندها حل، وما خطوا لي الاب ديالي بالعصا والاب ديالي ما تيقدرش حتى يوقف، حاجته ما تيقدرش يحبس حتى الماء ديالو الخروج ديالو، وفي الاخر داروا به شي كذب انه هو اللي ضاربو، واش هذا الراجل اللي عايش بنص كلوة غادي يقدر يهز شي حاجه ويضرب شي وحده من هذوك الوالدات هذوك الوالدتين، وتكرفسوا عليه اشد العنف، هذا الأب ديالي ديالي الناس اللي مسؤولين يشوفوا من هذا الحال ديالي، يشوفوا من هذا الحال ديالي ويجيو يديروا بحث ويسولوا ويشوفوا هذا الشيء واش حقيقة ولا كذوب، أنا تنقول داك الشيء اللي كاين وهذا الشيء ثابت، تمشي للدرب توقف في الدرب ويقولوا لكم أشنو كاين، أنا ما تنكذبش تنقول الحقيقة، وكنطلب من هاد الناس اللي مسؤولين يشوفوا من هاد الحال اللي حنا كنعيشوا فيه، بأن حنا رحنا مشردين وهاد الناس راه لقاو علينا واحد العنف اللي هو لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم.